يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبح بعض المواشي وتقديم لحومها إلى بعض الشيوخ القراء فيقرؤون ويدعون الله لإنزال المطر؟ هل هذا يصادم السنة أم يدخل تحت الصدقة المستحبة عند الاستسقاء؟ لولا يدعون للحم، ما هم يدعون له. هذا من العبث. إذا كان صادق بيتصدق يذبح الذبيحة ويوزعها على الفقراء، يوزعها على الفقراء، فقراء البلد، ما يؤجر بها القراء. نعم.